النشرة المغاربية من قناة الجزائر الدولية، السلام عليكم. بداية، أكدت إيطاليا أنها تشاطر قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة، مؤكدة استعدادها لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم من نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي أعرب عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بإفادة مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر، يضيف بيان الخارجية الجزائرية. هذا واستعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم مع نظيره البنيني باكاري أغادي أوشولغون في العاصمة كوتونو مستجدات الأزمة الحالية في النيجر ضمن الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. بيان للخارجية الجزائرية لفت إلى أن الطرفين بحثا أيضا خلال محادثات مطولة سبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد حفاظا على أمنه واستقراره وفق ما اتفق عليه قائد البلدان خلال مشاوراتهما الهاتفية في بداية الأزمة. وأكد الطرفان تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الإفريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات، كما تبادل المعلومات والتحاليل حول الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة. لن أفاجئكم إذا قلت لكم أن الموضوع الأساسي لهذه المشاورات السياسية هو الأزمة في النيجر التي هي محور اهتمامات إكواس، وهي أيضا محور اهتمام الجزائر. أريد القول أن مبدأ رفض التغيير غير الدستوري تحرص عليه الجزائر، لأنه في قمة الاتحاد الإفريقي في الجزائر لعام 1999 تم إرساء هذه الضوابط. والمحور الثاني لمشاوراتنا هو ما الذي يستوجب فعله للعودة العاجلة للنظام الديمقراطي والدستوري. والمحور الثالث وهو مهم جدا وهو في صلب محادثاتنا، هناك انشغال مشترك لتجنيب منطقتنا وبلداننا تفاقم الخطر. الجزائر والبنين متمسكتان بمبدأ إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وزير الخارجية الجزائري جدد رفض بلاده كافة أشكال التدخلات الأجنبية في أي مكان وتغليب الحوار السلمي والمفاوضات لحل الأزمات. الجزائر ترفض آليا التدخلات الأجنبية في أي مكان تحدث قبل استنفاذ كافة الحلول السلمية. اللجوء إلى القوة هو دائما عامل تأزيم وليس حلا. أعتقد أن الجزائر مثل إكواس عن طريق الجهود الحالية تعمل على بلورة حل سلمي لهذه الأزمة. إلى ذلك، بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس ميغرامان مع كبار المسؤولين في النيجر فرص الحل السياسي للأزمة هناك، مجددا رفض الجزائر خيار التدخل العسكري. والتقى ميغرامان الخميس مع رئيس الوزراء النيجيري علي الأمين زين ووزراء من حكومته. وقال ميغرامان في تصريحات للصحافة النيجيرية إن الزيارة التي يجريها إلى نيامي بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تهدف للتحادث مع السلطات العليا للبلد حول الوضع الحالي وإبراز موقف الجزائر بشأنه، والذي يقوم على التفاوض والحوار السياسي للخروج من الأزمة دون استعمال العنف. بين الجزائر والنيجر هناك علاقات جوار جد قوية وعلاقات تاريخية وصداقة. جئنا للاستماع وفهم الأوضاع وإبراز موقفنا حول الوضع القائم في النيجر.
نحن ممن يفضلون التفاوض والمقاربة السياسية وروح التهدئة لتحقيق التوافق للخروج من الأزمة دون اللجوء إلى العنف. في شأن آخر، أكد وزير الخارجية الصحراوية محمد سيداتي تصميم الشعب الصحراوي على مواصلة الكفاح المسلح والنضال إلى غاية تحقيق مساعيه في الحرية والاستقلال بكل الوسائل الممكنة. سيداتي شدد في حوار تلفزيوني خاص به قناة الجزائر الدولية على هامش القمة 15 لمجموعة بريكس في جنوب إفريقيا، شدد على أن كل الجبهات الصحراوية تشتغل بتناغم لاستكمال السيادة على كافة الأراضي الصحراوية. الصحراوي مصمم أن يستمر في الكفاح والنضال حتى يحقق يعني مسعاه في الحرية والاستقلال وبكل وسائل، يعني كفاح مسلح، كفاح دبلوماسي، وكل الجبهات يعني ماشية في يعني ماشية بتناغم من أجل تحقيق الهدف. 50 سنة يعني أيضا أعتقد على أنها أعطت مكانة للشعب الصحراوي، وخاصة أكدت أن البوليساريو حركة تحرير وطنية أصيلة متجذرة، يعني ليس فقط لدى الشعب الصحراوي وإنما على غرار كل حركات التحرير الأصيلة والحقيقية، تقود كفاح يعني وكفاح عادل، مآله يعني هو النصر، هو تحقيق مبتغاه في الحرية والاستقلال. سيداتي اعتبر أن الاحتلال المغربي متخوف كثيرا من تبعات الحكم النهائي الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية والمتعلق باتفاق الصيد البحري الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة ليلة الخميس القبض على قيادي في تنظيم داعش متورط في التخطيط وقيادة عمليات إرهابية على مقرات كل من مفوضية الانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الخارجية في العاصمة طرابلس عام 2018. جاء ذلك في كلمة لدبيبة بثها التلفزيون الليبي الرسمي. وتم القبض في عملية مشتركة بين قوة الردع وكتيبة رحب الدروع تجوراء بالضاحية الشرقية لطرابلس دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هويته أو جنسيته وفق ما كشفه المكتب الإعلامي الحكومي. من هذه الوقائع استهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018 والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر من ذلك العام ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من ذلك العام أيضا. ولذلك فإنني أعلن في هذه الساعة إنه ضمن عملية محكمة أمنية استخباراتية دقيقة تمكنت أجهزتنا الأمنية والضبطية عصر يوم الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها شهداء. هذا وبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الخميس مساعي تنظيم وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الأجال. بيان للمجلس الرئاسي الليبي نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أشار إلى أن المنفي التقى رئيس حزب العدالة والبناء الليبي عماد البناني وتناول المستجدات السياسية وأهمية الوصول إلى التوافق وتوحيد الجهود بين كل أطراف العملية السياسية سعيا نحو تنظيم وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الأجال، يضيف نص البيان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.